اهلا بيكم. فيديو النهاردة هنتكلم عن تنسيق كلية تربية نوعية للمرحلة الثالثة. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. تنسيق كلية تربية نوعية لعام 2024-2025 لشعبة علمي، سواء علم علوم أو علم رياضة. أول حاجة تربية نوعية القاهرة 263 درجة، تربية نوعية عين شمس 261.5 درجة، تربية نوعية اسكندرية 259 درجة، تربية نوعية المنصورة 259 درجة، تربية نوعية المنيا 257.5 درجة، تربية نوعية طنطا 257 درجة، تربية نوعية كفر الشيخ 256.5 درجة، تربية نوعية بنها 256.5 درجة، تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنبرية 256 درجة، تربية نوعية الزقازيق 255.5 درجة، تربية نوعية الفيوم 255 درجة، تربية نوعية أسيوط 254.5 درجة، تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 253.5 درجة، تربية نوعية المنوفية بأشمون 253.5 درجة، تربية نوعية المنصورة بميت غمر 252.5 درجة، تربية نوعية بورسعيد 252 درجة، تربية نوعية أسوان 252 درجة، تربية نوعية جنوب الوادي 251.5 درجة، تربية نوعية مطروح 251.5 درجة، تربية نوعية دمياط 251 درجة، تربية نوعية سوهاج 250.5 درجة. هنتكلم عن أقسام كلية التربية النوعية. فيها أقسام كتيرة جدا متاحة في جميع المحافظات. أول حاجة فيها هي شعبة التربية الفنية، فيها كمان شعبة الاقتصاد المنزلي، شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي، شعبة التربية الموسيقية، شعبة الإعلام التربوي، وشعبة المسرح التربوي، وشعبة تكنولوجيا التعليم. طبعا فرص العمل بيها تبقى متاحة وكتير جدا، وفرص عمل موجودة في السوق. طبعا كلية تعتبر من الكليات المهمة، لأن الأقسام اللي فيها من الأقسام أيضا المهمة. كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، عرفنا تنسيق كلية تربية نوعية في المحافظات المختلفة، وعرفنا كمان أقسام كلية تربية نوعية. كل جديد هتلاقوه هنا في القناة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.